أبنائي طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية، أهلا بكم في حلقة جديدة ودرس جديد. وفي هذه الحلقة سنبدأ في الدرس الرابع من الوحدة الخامسة، الجزء الأول من الدرس الرابع، Unit 5 Lesson 4A. الدرس بعنوان From Cairo to Tripoli، من القاهرة إلى طرابلس. بداية بالكلمات الجديدة Vocabulary، مفردات. less than معناها أقل من، less than. printing press بمعنى طباعة الصحف، طباعة الصحف، printing press. arrive فعل، طبعا arrive بمعنى يصل. email as a noun طبعا معناها بريد إلكتروني، لأن كلمة email تستخدم أيضا كفعل ولكن هنا كاسم بمعنى البريد الإلكتروني. print بمعنى يطبع كفعل. sell أيضا فعل، يبيع، sell معناها يبيع. write فعل أيضا بمعنى يكتب. read فعل أيضا بمعنى يقرأ. والأفعال طبعا مهمة في هذا الدرس لأننا هنتكلم على قاعدة المبني المجهول. send بمعنى يرسل أيضا فعل as a verb. edit بمعنى يعدل أو يصحح أيضا فعل. insert بمعنى يدرج أيضا كفعل. open as a verb، open بمعنى يفتح. early طبعا بمعنى مبكرا أو باكرا. active gr بمعنى grammar، active في القواعد بمعنى المبني للمعلوم، المبني للمعلوم. passive ايضا في القواعد بمعنى المبني للمجهول. past participle ايضا في القواعد، طبعا past participle هو the third form of the verb او الصيغه الثالثه للفعل او التصريف الثالث للفعل. past participle ايضا من الحاجات المهمة اللي حتكون في قاعدة المبني للمجهول. land as a noun، land بمعنى الأرض أو اليابسة، land اسم. factory بمعنى مصنع. can as a noun، طبعا can نعرفه بمعنى يستطيع، ولكن هنا كاسم كلمة can معناها علبة. إذا هذين الكلمات الجديدة للدرس. طبعا القاعدة متاع الدرس هي active and passive voice، اللي هو المبني المعلوم والمبني للمجهول. present simple في زمن المضارع البسيط. إذا نحن هنتكلم عن المبني للمعلوم والمبني للمجهول في زمن المضارع البسيط، وهذه مهمة جدا لأن في حاجات تتغير في أزمنة أخرى. عندنا هنا جملة اللي هي في الـ present simple في المضارع البسيط. A reporter طبعا اللي هو المحرر، الكاتب يعني كاتب الأخبار. writes an article يكتب مقال in Cairo في القاهرة. طبعا الجملة هذه active مبني للمعلوم، بمعنى أن الجملة هذه تحتوي على فاعل وفعل ومفعول به وتكمل للجملة. هذه تركيبة الجملة اللي هي تعتبر مبني للمعلوم، يعني تبدأ بفاعل ويكون فيها فعل وهكذا. لما نحول الجملة هذه إلى مبني للمجهول في خطوات، وممكن الخطوات هذه نسجلوهن معايا مهمة جدا. أول خطوة هي أن نحن نحذف الفاعل، طبعا subject اللي هو subject اللي هو الفاعل نحذفوه. وأحيانا ويريد حتى الملاحظات هذه ممكن تسجلوهن معايا، أحيانا يذكر في نهاية الجملة مسبوقا بكلمة by. أحيانا يعني القاعدة تقول أن ممكن 20% من الجمل اللي تم تحويلها من المبني للمعلوم إلى المبني المجهول يذكر فيها الفاعل في نهاية الجملة، 20% تقريبا. الأغلبية اللي هي 80% من الجمل عادة يكون فيها التركيز على الفعل، ما يكونش التركيز على الفاعل لعدم أهميته أو لأن ربما ما نعرفوش من هو الفاعل. فدائما أول خطوة هي حذف الفاعل ونقول أحيانا يذكر في نهاية الجملة مسبوقا بباي. الخطوة الثانية ناخذ الأوبجكت اللي هو المفعول به. وين المفعول به؟ اللي هو عادة يجي بعد الفعل اللي هو an article، هذا المفعول به. هنحطوه وين هذا؟ هنحطوه في بداية الجملة.
ثم الخطوة الأخرى نضع verb to be طبعا في the present simple في هذا الزمن نضع يا أما am أو is أو are. أحيانا تكون حتى am لما يكون الفعل واقع على المتحدث am أو is أو are. باهي an article شو ندير معها؟ حندير معها is. دائما لما ناخذ المفعول به ونحطه في بداية الجملة نضع بعد المفعول به am أو is أو are ثم نضع الفعل في زمن أو في صيغة التصريف الثالث. يعني writes التصريف الثالث بتاع الفعل write شنو؟ هو written. هتقعد جملة بهذا الشكل. شوفوا هنا أخذنا مفعول به اللي هو object حطيناه في بداية الجملة ثم وضعنا الverb to be اللي هي is لأن article جي معها is لأنها تعود إلى ضمير الفاعل it. ثم وضعنا التصريف الثالث للفعل write اللي هو written وبعدين وضعنا بقية الجملة اللي هي in Cairo أصبحت بهذا الشكل an article is written in Cairo بمعنى مقال يكتب في القاهرة. طبعا الجملة هذه أصبحت passive. خطوات سهلة جدا نحذف الفاعل نضع المفعول به في بداية الجملة نضع verb to be am أو is أو are ثم نضع التصريف الثالث للفعل ونكمل بقية الجملة وأحيانا يذكر الفاعل في نهاية الجملة مسبوقا ب by. قبل ما نبدو في الجمل حنأخذ القاعدة متاع الدرس اللي هي study the functional grammar اللي هي يعني وظائف اللغة box اللي هو الصندوق الخاص بوظائف اللغة then find more passive verbs in the text أجد يعني صيغ المبني المجهول في النص are there any active ones هل هناك أي جمل يعني مبني للمعلوم حنأخذ القاعدة مع بعضنا active and passive voice اللي هو المبني للمعلوم والمبني المجهول emphasizing the object in a sentence بمعنى تأكيد المفعول به في الجملة لأن التركيز عادة يكون على المفعول به في المبني المجهول when we say what people and things do عندما نقول ماذا يفعل الأشخاص أو الأشياء we use active verb forms نستخدم صيغ الفعل المبني المعلوم like مثل write and send هذينا بصيغة المصدر when we say what happens to people or things عندما نقول ماذا يحدث للأشخاص أو للأشياء we use passive verb forms نستخدم صيغ الفعل المبني للمجهول like مثل is written بعد تحويلها طبعا اللي هي write هذه وsend لما نحولوها حتى هي حنديره قبلها verb to be بعدين نديره sent التصريف الثالث is sent في الحالة هذه طبعا مبني للمجهول in active sentences في الجمل المبني للمعلوم the subject performs the action الفاعل هو الذي يؤدي أو ينجز الفعل in passive sentences في الجمل المبني للمجهول the subject has an action done to it الفاعل يعني وقع عليه الفعل The subject has an action done to it بمعنى أن الفاعل وقع عليه الفعل To form the present passive علشان نديره صيغة المبني للمجهول في المضارع Use the verb be استخدم verb be اللي هي زي ما قلنا am أو is أو are plus past participle زائد التصريف الثالث زي ما شرحنا في المثال السابق وحيمر علينا مرة أخرى past participle of a verb اللي هو التصريف الثالث للفعل أعطاني هنا مثال box are اللي يجلنا are لنا box جمع طبعا box are sold الكتب تباع in our local library في مكتبتنا المحلية نشوف مع بعضنا هنا a reporter writes an article in Cairo طبعا الجملة هذه active وشرحناها بالتفصيل نحن كيف حولناها إلى passive أصبحت بهذا الشكل an article is written in Cairo بدينا بالمفعول به اللي هو an article بعدين وضعنا verb to be بعدين حطينا الفعل بالتصريف الثالث وبعدين كملنا جملة in Cairo الجملة هذه طبعا أصبحت passive مثال آخر next طبعا هنا تحكي على تسلسل الأحداث يعني كلمة حتكون ثابتة كلمة هذه الجملة تبدأ من هنا اللي هو subject هذا الفاعل she sends it to Tripoli طبعا هنا عندي it هي المفعول به اللي هي تعود على المقال هي ترسله إلى طرابلس فأخذنا الات هذه حطيناها في البداية لأن هي مفعول به وبعدين وحطينا الverb to be اللي هو is ثم وضعنا الفعل بالتصريف الثالث it is sent to Tripoli يرسل إلى طرابلس أصبحت الجملة هنا passive بعد أن كانت فيها فاعل وكانت active
notes we don't need to add by a reporter. هنا قال لي مش محتاجين ان احنا نقوله by a reporter او نقوله by she، لان يهمنا هو الفعل وخطوات اللي يمر بها المقال وليس من كتبه او من ارسله او من يعني نشره. اذا هذه هي القاعدة، قاعدة سهلة جدا. الان هنرجع للجمل اللي هنا في exercise A للتوضيح اكثر ونكون فهمنا نحن تركيبة الجملة في الباسيف. Read the text and look at the pictures. اقرأ النص وانظر الى الصور. عندي سؤال هنا يقول لي How long does it take for an article to get from a reporter in Cairo to a reader in Tripoli؟ بمعنى كم يستغرق للمقال لكي يصل من المحرر في القاهرة الى القارئ في طرابلس؟ طبعا عندنا هنا the map of Libya and Egypt and this is the distance between Tripoli and Cairo. هذه المسافة بين طرابلس والقاهرة. It is 1739 kilometers. 1739 كيلومتر. نشوفوا مع بعضنا الآن. هذه أول صورة والنص معها. On Monday morning في صباح الاثنين an article is written in Cairo. مقال يكتب في القاهرة. وعرفنا طبعا أن هذه مبني للمجهول. Picture number two. Next, it is sent, يرسل, by email, عن طريق الإيميل, to a newspaper office in Tripoli, إلى مكتب صحيفة في طرابلس. This takes less than a minute. هذا يستغرق أقل من دقيقة. إذن هذه هي إجابة السؤال اللي أعطى لي في التمرين هنا. هنقول شنو؟ هنقول it takes less than a minute for an article to get from a reporter in Cairo to a reader in Tripoli. بمعنى يستغرق أقل من دقيقة للمقال لكي يصل من محرر في القاهرة إلى القارئ في طرابلس. ويهمنا نحن طبعا التركيز على الجمل اللي هي في المبني للمجهول اللي هو الباسيف. وفي البريزنت سيمبل نذكر أن نركز على النقطة هذه. بيكتشر نمبر 3. When the article arrives. طبعا هذه تعتبر شنو؟ active، لأنه هو قال لي شنو الجمل اللي تعتبر active. هذه the article arrives، هذه مبني المعلوم لأن فيها فاعل وفعل. It is read. طبعا نقول read ليش؟ لأنها تقرأ يعني بصيغة التصريف الثالث. ما نقولش read لأن read تعتبر infinitive، لكن نقول read. It is read by an editor. يعني يقرأ عن طريق المصحح أو يعتبر رئيس التحرير. يعني طبعا هي ما نقولش الترجمة الصحيحة، أن نقول يقرأه المصحح أو رئيس التحرير. الترجمة الصحيحة It is read by an editor. والإت طبعا تعود على article. هذين خطوات يعني وصول المقال من القاهرة إلى القارئ في طرابلس. الصورة الرابعة والنص الرابع. If the editor likes the article، إذا المصحح يعني أعجب أو أعجبه المقال، it is edited and inserted into the newspaper. طبعا it تعود على الارتكل هذه، بمعنى يصحح أو يعدل ويدرج في الصحيفة. it is edited، هذه مبني المجهول، and inserted فعل آخر، into the newspaper. وطبعا هنا the editor likes the article، هذه تعتبر مبني للمعلوم لأن فيها فاعل وفيها فعل ومفعول به. لكن الجملة الثانية من هنا من it، هذه تعتبر مبني للمجهول لأن بدأت بالمفعول به اللي هو الارتكل اللي هو اختصرناه هنا أو استخدمنا ضمير في مكانه اللي هو it. Picture number 5. Then it is sent to the printing press. يرسل، يرسل طبعا المقال يرسل إلى طباعة الصحف. And at night، وفي الليل، the newspapers are printed، تطبع الصحف. طبعا دلنا are لأن newspapers جمع. وطبعا هنا الفاعل مش موجود، يعني قاعدين نحكوا هنا على المفعول به والفعل الذي حدث له اللي هو الصحف. Picture number 6. Early on Tuesday، يعني في صباح الثلاثاء، morning أو صباح الباكر، في صباح الثلاثاء،
The newspapers are sent to the shops. الصحف ترسل إلى المحلات. إذن المبني المجهول يبدأ من هنا من the newspapers are sent to the shops. Picture number 7. When the shops open, عندما تفتح المحلات, the newspapers are sold. تباع الصحف. أيضا مبني المجهول هنا. The newspapers are sold. من اللي يشتريها؟ طبعا readers. لو برد الجملة هذه للمبني المعلوم حنقول readers sell newspapers. Readers sell the newspapers. لكن لما درناها مبني مجهول حنقول the newspapers are sold. نتمنى تكون الفكرة واضحة, وأعتقد أننا وضحناها في أول مثال ينطبق على كل الأمثلة اللي بعدها. Picture number 8. Finally, the article is read. أخيرا المقال يقرأ. لو برد الجملة هذه للمبني المعلوم حنقول شنو؟ من اللي يقرأ هو؟ reader. نقول the reader reads the article. The reader reads the article. القارئ يقرأ المقال. بعد ما نجي نحولها للمبني المجهول ناخذ المقال نحطها في بداية الجملة نقول the article, وبعدين verb to be is, وبعدين التصريف الثالث للفعل read اللي هو read. تقول the article is read. كل الجمل مبني للمجهول, وعرفنا طريقة التحويلة مهمة جدا اللي ذكرناها في بداية الدرس أو بداية الحلقة, شرح الخطوات اللي هي نحول بها الجملة من المبني للمعلوم إلى المبني المجهول, ونركزوا أن الكلام هذا في present simple. هو طبعا مبني المجهول ينطبق نفس الفكرة تنطبق على كل الأزمنة مع اختلافات بسيطة في الverb to be خاصة, ولكن كلها نفس الفكرة. نحن تو نركزوا على فهمنا ل present simple, وبعدين لما نجوز زمن آخر هنقوله شنو اللي تغير فيه. هذه نهاية الحلقة ونهاية هذا الدرس. الحلقة القادمة نستمر بإذن الله تعالى في حل أسئلة الدرس الرابع من الوحدة الخامسة. This is the end of lesson 4A, unit 5, طبعا الجزء الأول من الدرس الرابع. الحلقة القادمة إن شاء الله هيكون الجزء الثاني. Thank you very much for watching and good luck for all of you.